وكان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه العديد من الإخوة، أشهرهم ثلاثة وهم عقيل وطالب وجعفر، وكان علي أصغرهم، وكانت له أختان وهما أم هانئ وجمانة. السلام عليكم ورحمة الله. علي بن أبي طالب أبا الحسن هو صحابي علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، ويكنى علي رضي الله عنه بأبي الحسن وبأبي التراب، وهي كنية أطلقها عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجده راقدا في المسجد وقد أصاب جسده التراب بعد أن سقط الرداء عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عنه وهو يردد: قم أبا تراب قم أبا تراب. وتعددت الروايات في تحديد السنة التي ولد فيها علي رضي الله عنه، فقد روي عن ابن إسحاق أنه ولد قبل البعثة بعشر سنوات، وهو ما رجحه ابن حجر العسقلاني، وروي عن الحسن البصري أنه ولد قبل البعثة بخمسة عشر أو ستة عشر سنة، وروي عن محمد ابن علي الباقر قولا يوافق قول ابن إسحاق، وقولا آخر أنه ولد قبل البعثة بخمس سنوات، ونقل أن عليا كان أول من ولد في جوف الكعبة من الهاشميين. وقال الحاكم بتواتر الأخبار في ولادة علي في الكعبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تكفل بعلي بعد أن صابت قريش في إحدى السنوات أزمة شديدة تضرر الناس بسببها، وكان أبو طالب كثير الأولاد، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس ليكفل كل منهما أحد أبنائه فيخففا عنه ضيقه، فكفل العباس جعفر، وكفل النبي صلى الله عليه وسلم عليا الذي آمن به بعد بعثته. وكان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه العديد من الإخوة، أشهرهم ثلاثة وهم عقيل وطالب وجعفر، وكان علي أصغرهم، وكانت له أختان وهما أم هانئ وجمانة. أما طالب لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومات على دينه بعد مشاركته في غزوة بدر، علما أنه شارك فيها مكرها إذ كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وعقيل أسر بيد المسلمين بعد مشاركته في غزوة بدر، وكان قد شارك فيها مكرها ففداه عمه العباس، ثم أسلم يوم فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، وقيل يوم الحديبية في السنة السادسة للهجرة، وشارك بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته كغزوة مؤتة وغزوة حنين. وجعفر كان من الصحابة الأجلاء السابقين في الإسلام، حيث هاجر إلى الحبشة مرتين، وتزامنت عودته في المرة الثانية مع انتصار المسلمين في غزوة خيبر، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش غزوة مؤتة، فأبلى فيها بلاء حسنا وقطعت يداه واستشهد في مؤتة عن عمر يناهز 33. أما أم هانئ كان إسلامها يوم فتح مكة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها وصلى صلاة الضحى 8 ركعات. أما جمانة كانت قد أسلمت وتزوجت من أبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب.